أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفق مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم
الإنسان لظلوم كفرا وآتاكم من كل ما سألتموه صدق الله العظيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من
من الثمرات لعلكم تشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل صدق الله العظيم.